مركز. درجة 10 تخرج دائرة رابعة تصل بها في بيت أولى. قائد الامن خالد رفيق رئيس قاعده قيادة التنسيق بولايه امن مراكش. قاعده قيادة التنسيق هي واحد اللبنه من اللبنات ديال المديريه العامه للامن الوطني المحدثه مؤخرا على غرار باقي المدن كمدينه طنجه، فاس، الرباط، سلا، وعلى قريبا ان شاء الله مدينه القنيطره، اللي كيتجلى الدور ديالها في القياده والتنسيق، واللي كتكون من اربعه ديال المحاور. المحور الاول الاساسي هو منظومه الخط 19 اللي كتفاعل مع النداءات ديال المواطنين وكيكون استجابة فورية عليها، وكذلك المنظومة ديال المراقبة الكاميرا المثبتة في أرجاء ديال المدينة اللي كيكون تتبع عبرها تحركات سواء ديال المواطنين أو ديال المشبوهين أو غير ذلك، حوادث السير أو ما سلف الذكر، إضافة إلى منظومة ديال الراديوفونيين اللي الدور ديالهم كيتم التنسيق مع مختلف المصالح المتواجدة بالشارع العام اللي من خلالها كيتم توجيههم باش يكون تدخلات آنية وذات نتائج إيجابية. كذلك كتوفر على كتابة خاصة بها إلى مجموعة، كذلك مجموعة اللي خاصة بالكاميرات المحمولة وكذلك الأجهزة اللي كيتم توزيع العناصر العاملة بالشارع العام. مكونات ديال قاعدة قيادة التنسيق منظومة الخط 19، هذه المنظومة اللي كيتم استجابة الفورية النداءات ديال المواطنين اللي كتورد عليها وكيتم التفاعل ديالهم بها من خلال تلقي هذه الشكايات او الارشادات او التدخلات لكي يتصل على قبلها المواطن، وكيتم توجيه وحدات مخصصه في هذا الاطار اللي هي شرطه نجده المتواجده بالشارع العام على متن دراجات ناريه وسيارات. كذلك كاين ارشادات لكي يتم توجيه المواطنين لها حين السؤال على الصيدليات ديال الحراسه او بعض الاطباء او بعض العناوين او بعض الفنادق، اللي كيتم تسهيل من خلال معرفة المناولين ديال الخط 19 بالعناوين سالفة الذكر وكذلك مختلف مكونات ديال المدينة اللي كيتم إرشاد المواطنين لها وتيتم تسهيل العملية. بالنسبة للتدخلات التدخلات اللي كتكون في الشارع العام موضوع حوادث السير أو اعتداءات، كيتم تسخير دراجيين ديال شرطة نجدة اللي كيلتحقوا في وقت وزيز باش يقوموا بمتعين فيما يخص هذه الشكايات الواردة على قاعدة قيادة التنسيق. بالنسبه لمنظومه الكاميرا عندها واحد الدور جد فعال، كيتجلى في اوقات ازدحام كيتم رصد جميع الملتقيات والشوارع اللي مغطيها الكاميرا في المدينه، واللي من خلالها كيتم التغلب على حركه السير، وذلك بتسخير العدد الكافي من عناصر ديال المرور اللي كيسهروا على سير حركه السير وعدم ترك اختناق في المدارات والمحاور الكبرى. كذلك عندها دور فعال فيما يخص تتبع السياح في مختلف المسارات. كذلك كاين تغطيه شامله الأهم المنتزهات اللي كتعرف إقبال سواء ديال السياح الأجانب أو المغاربة، على سبيل المثال ساحة جامع فنا وجميع الأزقة المتفرعة عنها وكذلك المدينة العتيقة. وهناك مشروع كيلوح في المستقبل باش غتزاد عدد كبير ديال الكاميرات اللي غي من خلاله غيتم تغطية واحد النسبة كبيرة في مدينة مراكش اللي عنده دور إيجابي في عمل استباقي في جميع الميادين. مجرد ما كتوصل الدوائر المختصة في القطاعات ككل بأي تدخل سرقة أو عنف أو حادث سير حتى حوادث سير، تيتم لجوء هذه المصالح إلى قاعدة قيادة التنسيق من أجل الرجوع إلى التسجيلات، ومن خلالها تيتم تحميل هذه التسجيلات في ألواح إلكترونية اللي كيتم استعانة بها في الأبحاث وكذلك في مجريات ديال القضية، لأن الدوائر وحوادث السير هما اللي هم الصلاحية
فالرجوع الى هذه التسجيلات من اجل تبيان الحقيقه. الاداره العامه للامن الوطني فعلت هذه المنظومه اللي كان عندها واحد الدور ايجابي فيما يخص تقرب المواطن واقتراب منه اكثر، وذلك وتجويد الخدمات الامنيه، وكذلك من هذا المنبر كنشكروا المواطنين المغاربه على التفاعل الايجابي ديالهم مع منظومه الخط 19 اللي من خلاله تم فك مجموعه من الشفرات الامنيه، او كذلك الاستجابه لمجموعه من التدخلات خاصه من نحاوز ستي اللي تم من طرفها انقاذ مجموعه من الارواح. وشكرا.